بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان كنا واقفين عند نظرية الالوان المرة السابقة، وفي بعض الناس ما بيهتموش بالجزء الخاص بنظرية اللون، وبيقولوا يعني هم بيهتموا بمعايير التصميم وبرامج الانتاج ولا يهتموا بكيفية اختيار الوانهم، وده يعتبر خطأ شائع عند كثير من الناس اللي بتشتغل انفوجرافيك، انه بيشتغل بدون دراسة لموضوع اللون. هو بيعتقد انه بيختار اللون اللي جاي على عينيه وخلاص بدون اي نسب ما بين الالوان وبعضها، ولكن احنا هنا بنوضح امور كتيرة بخصوص نظرية اللون. لو تسمحوا لي ان انا ابدأ اتكلم عن نظرية اللون، ونتكلم في البداية ان احنا عندنا 3 الوان رئيسية في، طبعا في الالوان مش بتكلم في اللون، مش بتكلم في الوان الكمبيوتر، بتكلم في الالوان بصفة عامة، الالوان اللي بيستخدموها الرسامين، الالوان اللي بيخلطوها زي الوان المية والكلام ده كله. الوان الكمبيوتر البداية بتاعتها البرايمري كولر مختلفة عن كده، ولكن احنا بنقول هنا الالوان الاولية عندنا هنا الاحمر والاصفر والازرق. لو انت ده في الفن، في الناس الرسامين، الناس اللي بيشتغلوا، اما في التقنية زي ما قلت مختلفة عن كده، الاصفر ده بيختلف ويجي مكانه اخضر. يعني الالوان الاساسية في الكمبيوتر الار جي بي، ريد وجرين وبلو، اما اللي في الفن بتبقى احمر واصفر وازرق. الفرق ما بين هنا في الكمبيوتر الاخضر وفي الفن الاصفر. المهم في كل حال من الاحوال، عن طريق هذه الالوان الـ3 الاساسيه بتستطيع انك تطلع منها الالوان الثانويه. على سبيل المثال لو انت مزجت الازرق بالاحمر، نسب من الازرق مع نسب من الاحمر بيطلع لك اللون اللي انت شايفه، اللي هو بنقول عليه الارجواني ده، اللي في بعض الناس يقول لك درجه من درجات الالوان الموف او يعني، ولكن هو اللون الارجواني اللي هنا. ولو دمجت الاصفر مع الاحمر بيطلع لك الاورنج، ولو دمجت الاصفر مع الازرق بيطلع لك الجرين، ودي بيطلع لك الدرجه الثانيه من الالوان اللي هم عباره عن 6 الوان، 3 برايمري و3 سكندري. دول يعتبروا الليفل 2 من الالوان الموجوده عندنا. بعد كده بيبقى في عندك الوان مستوى ثالث، اللي هي تدرجات لونيه من الاورنج، وتدرجات لونيه من الارجواني، وتدرجات لونيه من الاخضر بيشتبل فيها الوايت بلو، او اللي بنقول عليه اللون السماوي. فطبعا بيجي هنا بعض الدرجات اللونيه، وبنقدر نطلع الدرجات اللي احنا عايزينها زي ما انت شايف. ولو انت جيت تعد درجات المستوى الثالث هتجد ان هم 1 2 3 4 5 6، حوالي 12 درجة لونية. ممكن تزيد بعد كده في الالوان والدرجات على حسب انت بتشكل الالوان ازاي. طيب لو انت جيت تبص هنا برضو، دي عبارة عن الالوان الرئيسية والالوان الثانوية والوان المستوى الثالث، يعني شاملة كله. لو تيجي في النص هنا بتشوف برضو ده شكل تاني يعبر لك عن الالوان، بتجد الالوان الاساسية اللي موجودة عندنا بيضاف ليها 3 تانيين عشان السكندري او الثانوية، 6 الوان، والالوان اللي بتحيط بيها او الدرجات اللونية اللي بتحب بيها دي هي درجات المستوى الثالث. ده هو ده وهو اللي فات، بس بأشكال مختلفة وبوصف توضيح عليه. تعال نتكلم عن الألوان الدافئة والألوان الباردة. طبعا الدرجات اللونية الكاملة اللي احنا شايفينها في الصورة دي تقدر نقسمها لجزئين. يعني لما تيجي تاخد من الاحمر للاخضر، يعني درجات من الاحمر للاورنج، الريد والاورنج واليلو لحد بدايات الجرين، اللي هو المنطقه اللي على الشمال في الدايره ديت، المنطقه اللي على الشمال في الدايره دي بنقول عليها ان هي وورم او الوان دافئه. وتيجي بعد كده في الوان بارده اللي هي اخد درجات اللون الازرق، اللي في المنتصف بيبقى اللون الازرق. يعني نقدر نقول هنا اللي في المنتصف هو الاورنج واليالو، وهنا اللي في المنتصف بيكون البلو في الالوان البارده. يبقى انت عندك هنا سنتر، انت عارف وضعه ايه سواء في الالوان الدافئه والالوان البارده. بنستفيد منها ايه حته الالوان الدافئه في التربيه والالوان البارده في التربيه، وده الاهم حاجه بنقولها في هذا السياق.
في مدلول نفسي لكل الوان. دايرة الالوان بتعبر ان كل لون ليه مدلول نفسي. احنا بقى في التربية المفروض بناخد المدلول او الاثر النفسي للالوان دي وبنستخدمها واحنا بننتج الانفوجرافيك. يعني بختار الواني بعناية شديدة، مش بختارها بشكل عشوائي او اللون ده يتناسب مع ده بناخده، لا. طب تعالى نشوف كده بعض المدلول النفسي او الاثر النفسي لكل لون. بتجد ان اللون الاصفر بيعطيك احساس بالدفء والطاقة وبيميل إلى الإيجابية أكثر من السلبية، هو لون جاذب للنظر. يعني هستلاحظ أنا ممكن أستخدمه هنا في العناوين، بس طبعا على خلفية مناسبة لي، ومناسب جدا لاستخدامه في المداخل والأبواب. وتلاحظ إنك أنت فعلا مباني الجامعة كلها لونها أصفر، تمشي تلاقي البيوت كلها لونها أصفر، تقريبا كله لونه أصفر، يعني المداخل والأبواب والمباني. يعني فتلاحظ ان هو لون معبر عن الدفء والطاقه، وطبعا زي ما انتم شايفين حتى هنا مناسب للمداخل والابواب والمشاعر التجاريه. طب لو جينا هنا للون الازرق، هو ده بنقول عليه لون بارد. طبعا على عكس اللون الاصفر هو لون دافئ، اللون الازرق هو بارد فيه هدوء وراحه. انت بتجد اللون الازرق ساعات في المستشفيات كتير، فهو لون بيديك هدوء وراحه وصبر، فبتجده يعني حتى في اللون الأصفر والأحمر بتجدهم في المستشفيات قليل، عشان هي ألوان دافئة يعني ممكن تسبب توتر. إنما اللون زي اللون الأزرق والبلو والبنفسجي دي ألوان ممكن تلاقيها في المستشفيات لأنها ألوان باردة ممكن تسبب هدوء نفسي. وبالتالي حتى المستشفيات في الدهانات الحائط بتستخدم الألوان دي برضو. فبنتكلم على اللون الأزرق وقلنا إن هو بيدي إحساس بالهدوء، وفيه هو محبب للأشخاص المفكرين ومناسب للاستخدام في غرف النوم والفراغات اللي بتحتاج لتركيز، لأنه بيساعد على الهدوء، وعشان كده بتجده بكثرة هو ودرجاته، سواء كان بلو أو حتى من أول الأبيض لحد اللون السماوي الفاتح لحد اللون البلو. ما بنتكلمش على البلو بلاك، يعني الدارك يعني اي نعم هو جزء من الدرجات اللونيه، ولكن الدارك بره الالوان دي كلها. اي حاجه بلاك يعني بلو بلاك، اي حاجه داخله فيها بلاك ده الاسود داخل فيها بنسبه كبيره جدا، فهي مقربه من الاسود. فعشان كده تقول لك ايه، ده اصفر مضاف عليه اسود، ده ازرق مضاف عليه اسود، ده احمر مضاف عليه اسود، فبيدي درجه كده غامقه جدا زي عامله زي الظل بتاعه. المهم عندنا اللون الاحمر، قلنا هو برضو لون من الالوان الدافئه او الحاره، ويعتبر هو يعتبر نقطه التقاء قبل البارده، عشان هو اللي بيتدرج ويكون لنا اللون البنفسجي. ولكن هو الاحمر يعتبر على دايره الالوان هو اللون الملاصق للبنفسجي ودرجاته، وبالتالي هو اقرب للالوان البارده، ولكن هو يعتبر لون من الوان الدافئه الحاره، وبيعطيك احساس بالتوتر والانفعال. عشان كده بتجده على اشارات المرور لما بتيجي لوحه تلاقيها بيضه ومكتوب عليها بالاحمر بتاعت علامه ممنوع الانتظار او نو باركينج او السرعه، بيكتبوا السرعه باللون الاحمر عليها، وبالتالي هو لون بيوتر. يعني انت اول ما تشوف كده تقف، حتى في اشارات المرور اللي اختاروا للتوقف احمر. اللون الاحمر دايما بيبقى هو لون ايه المفروض انت تنتبه له وتنفعل معاه وتتوتر. وبالتالي بنوضح الامر دوت ان هو بيشعرك باجواء الحركه وتمام. فدي كلها امور بخصوص مدلولات الالوان. بنيجي للون البرتقالي، هو لون دافئ بيشجع على التواصل مع الاخرين، ويعتبر فاتح للشهيه زي ما انت شايف، مناسب للاماكن المنتجعات السياحيه والمطاعم والكلام. اللون الاخضر هو لون الطبيعه، بيضفي على النفس البشريه الهدوء والطمانينه. برضو ممكن يستخدم على فكره اللون زي اللون الاخضر في ودرجاته طبعا في حته زي المستشفيات او الامور دي كلها. اللون البنفسجي قلنا يتسم بالبروده، وهو قمه بدايه البروده من ناحيه اللون الاحمر. وبيقول لك بقى كلما اتجهنا بالازرق بيتسم بالدفء، بيتسم قصدي لا الازرق لا بيتسم بالبروده طبعا.
الازرق هو يعتبر، انما لو اتجهنا ناحيه الاحمر بيبقى كده اللون اخد دفء شويه، وده بيبان لك من خلال دائره الالوان اللي موجوده قدامك، هو ده اللون البنفسجي. ولو توجهت للاحمر بتبقى دافئ، وتمشي في الدائره دي الى الدفء حتى اللون بدايه اللون الاخضر، ومن الاخضر لو انت ماشي لدرجات الازرق تبقى لون بارد، وهكذا. دي شكل ايه دائره الالوان اللي بنتكلم فيها. طيب في مجموعة برضو هنا زي اللون الأرجواني والبني والرمادي والأبيض والأسود، دي مجموعة من درجات اللون التانية للمستوى الثالث. طبعا انت هنا اخذ الألوان 1 2 3 4 5 6، دي الألوان البرايمري والسكندري، دي الألوان الثلاثة الأساسية والألوان الثلاثة الثانوية اللي طالعة منها. أما بتيجي بعد كده في درجات أخرى اللي هي درجات المستوى الثالث زي اللون الأرجواني، ده قلنا ده لون فني، وحتى في ناس بتستخدمه في غرف المعيشة والمكتبات. اللون البني يستخدم كتير في الأرضيات وداخل المباني. اللون الرمادي يعتبر بديل للأزرق، هو هادئ نسبيا. اللون الأبيض لون الفراغ، إحساس بالطهارة، يشير إلى النسيان، ممكن يستخدم كتير في الفراغات الداخلية برضو، ويستخدم للشعور بالبرودة، هو مش دافئ، مع إنه هو مش في دائرة الألوان معاهم، عشان انتوا عارفين الأبيض والأسود دول على الحياد، يعني بنخفف بيهم أو بنغمق بيهم، يعني انت تحط لون مع ابيض نسب من البياض او بتغمق بيه تديله نسب ظل. برضو الاسود لحاله كده يعتبر لون بارد يشير الى الفخامه والرزانه، وانتوا اكيد شايفين شاشه الكمبيوتر اللي ممكن تبقى كلها باللون الاسود الخلفيه بتاعتها زي ما انتوا شايفين، بتجدهم اساس منزلي كتير دلوقتي بقى الموضه، ويقول لك المودرن بقى كل الاساس بقى باللون الاسود. انا من فتره طويله عفش بيتي باللون، دخلت اجيب مودرن حوالي 10 سنين او اكتر، اتلاقيت كله اسود كده المودرن كده، فانا جبته اسود من اياميها يعني. وانزل دلوقتي الاقي كروب برضو يقول لك اللون ده اسود مات، ولا الالفاظ دي بتتقلل الدهانات اللي بتبقى على الاساس المنزلي وغرف النوم غالبا، والحاجات دي بقت موضه الحاجات دي يعني. فبنقول حتى اللون الاسود اللون المفضل للملابس هنا طبعا عند الرجال والنساء. هنا الرجال لا العكس يعني، هو الرجال غالبا بيلبسوا البنطلون لونه اسود، فهنا هو لون مفضل في الملابس هنا عند النساء، قد يكون مش المفضل، ولكن يعني هو في الأصل لو جينا على التفضيل مش اختيار المجتمع للون، قد يكون هنا المجتمع هو اختار اللون يعني، ولكن اللون المفضل في الأصل الملابس عند الرجال هو بيكون للون الأسود. ممكن يكون في المجتمعات الغربية المقصود بها البناطيل والقمصان والكلام ده كله، أما هنا في المجتمع السعودي بيبقى فيه خصوصية مجتمعية في اختيار الألوان، عند الرجال بيبقى غالبا اللون الأبيض، وعند النساء بيبقى غالبا اللون الأسود. ده خصوصية مجتمعية بتاخد فترات زمنية معينة، وممكن بتتغير من فترة زمنية لفترة زمنية من ظروف لأخرى، وبالتالي الألوان زي ما انتم شايفين دي مدلولاتها النفسية. لو جينا نتكلم على مصطلحات أخرى بتستخدم مع الألوان زي الصبغة الهيو والكروما اللي هي صفاء او نقاء اللون، والشيد الظل باضافه اللون الاسود، ما انا قلت لكم انا بزيد ابيض وازيد اسود، لما بزود ابيض يبقى اللي هو التنت اللي هو يختلط بحمره او بياض، يبقى انا باخد بالتنت بتاع اللون درجته، او الشيد يبقى انا كده بخلطه باسود عشان اطلع درجه ايه، يبقى في ظل تمام باضافه اللون الاسود للصبغه بتاع اللونين. الهيو ده اللون البيور، يعني لون اصلي يعني اصفر احمر ازرق، لون اصلي مش مخلوط. يعني مثلا لو جينا نقول ان اللون الاحمر هو عباره عن في الكمبيوتر مثلا ار جي بي ريد جرين بلو، اللون الاحمر اخد كامل 255 ريد 0 جرين 0 بلو، وبالتالي هو احمر بيور. لما ابدا ادرج في اللون الاصفر او اللون سوري او اللون الازرق بيبدا يعمل لي درجات لونيه اخرى، بيديني درجات لونيه اخرى، ودي بنقول عليها درجه اللون او التون الخاص بينا. المهم اللون النقي زي الار او الجي او البي البلو او الريد او كده بيتقال عليه هيو،
وده بيشتمل برضو على الدرجات السونية، 6 درجات لونية الأولية والثانوية بنقدر ناخد اللون البيور، البيور اللي مش مخلوط نقدر نقول عليه هيو. وغالبا أنا بستخدم الهيو مع الألوان الأولية اللي هما الثلاثة الرئيسيين. المهم دي مصطلحات بتستخدم، تعال نشوف بقى تستخدمها ازاي على دايرة الألوان. لو انت جيت للون نفسه الهيو ده البيور كولر زي ما قلت لكم من شوية، ده اللون الصافي البيور كولر، لما تيجي تزود عليه ابيض لون ابيض بيبقى التنت او البياض او الحمرة، لما تيجي تزود عليه لون اسود الهيو زائد اسود بيديك مصطلح اسمه الشيد اللي هو ده، اما التون بيبقى بقى الهيو زائد وايت اند بلاك بقى بدرجات مختلفة عشان تطلع تون، تون ممكن يطلع تون غيره، تون تالت تون رابع وهكذا. تمام، المهم دي المصطلحات وتفسيرها على دايرة الألوان. ده برضو تفسير آخر، تلاحظ هنا البيور كولر هو اللون ده زي الريد، ده ريد ريد، لما تبدأ تزود عليه أبيض تتدرج في الأبيض حتى التنت، تتزود عليه أسود عشان تغمقه بيبقى شيد، إنما في الأصل ده بيور كولر، المربع ده البيور كولر، ده كل ده بيور كولر، ده بيور كولر بتزيد بالبياض او بتزيد في الظل، الدرجه اللونيه كامله الدرجات كلها اسمها تون، ده تون 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 وهكذا. ده بالنسبه برضو تفسير اخر للالوان تداخل الدرجات اللونيه. تعالوا معايا كده، احنا قلنا في الكمبيوتر ار جي بي، وقلنا في الفن ار واي بي، واي اللي هي اليلو في الفن اتكلمنا فيه، انما في الكمبيوتر اللي يهمنا في الكمبيوتر شغلنا على الكمبيوتر ار جي بي، وبالتالي ده التداخل الرئيسي. تلاحظ اللون الاصفر بيجي هنا نتيجة الاخضر والاحمر، وطبعا لما اخلط احمر واصفر تاني بيديك اخضر، يعني ده لا اما اصفر عشان يديني اخضر لا اما اخضر عشان يديني اصفر، يعني هما بيطلعوا بعض. ففي الكمبيوتر الاخضر والاحمر بيطلع للاصفر، اما لو جيتوا تلاحظوا هنا في الفن، في الفن هنا عندنا الاصفر والازرق هما اللي بيطلعوا لي الاخضر، يعني اصفر وازرق في الفن بيطلعوا لي اخضر، اما في الكمبيوتر بطلع الاصفر من الاخضر والاحمر، مختلفين خالص يعني، مش نفس الطريقة. تمام، فبتيجي هنا نقول ان في عندنا نمطين لاستخدام الالوان، في نمط للمطبوعات اللي بيطبع بنرات وخلافه، ونمط للكمبيوتر. نمط الكمبيوتر ار جي بي وده شكل التدخلات بتاعة اللون بتاعه، ونمط المطبوعات هو سي ام واي كي. سي ام واي كي ده اللي بنطبع بيه البنرات، لما تيجي تروح لدار نشر بتطبع البنر او بتطبع مطبوعات كتاب هتطلع حاجه بتطبع سي ام واي كي، هي عندها نظام 4 الوان اللي هي عباره عن الـ الالوان الموجوده امامك، الـ4 الوان. تمام، طيب تعال هنا معايا النمط، قلنا خلاص شرحناه ريد جرين بلو، ده بالنسبة لنمط الألوان بتاع الكمبيوتر قلناه وتدخلاته اللونية وخلاص، ده يستخدم للعرض على الكمبيوتر، يعني لو هتنتج صورة وتحطها على الفيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو استخدم الار جي بي، لو هتنتج صورة بقى عشان تطبعها تستخدم سي ام واي كي، ودي عبارة عن الـ4 ألوان دول ونتيجة خلطهم مع بعض. تمام، طبعا البلاك داخل فيه، وحرف الكي ده رمز للون البلاك، كل الالوان اخذ الحرف الاول منها الا البلاك اخذ الحرف الاخير منها، لازم تكون اخد بالك من هذه المعلومه علشان برضو وانت شغال او في الاجزام او لاي ظرف. يبقى سي ام واي كي يبقى عندك كده 3 الوان واللون الكي ده هو قصده بيه البلاك. طيب انا دي النصيحه دي لسه قايلها من شويه، خلاصه القول في الفرق بين نظامي الوان الار جي بي والسي ام واي كي، ان للمطبوعات بنستخدم سي ام واي كي في المطابع، اما للعرض في شركات التصميم الفني للكمبيوتر لتصميم على شاشه الكمبيوتر بنستخدم النظام اللوني ار جي بي. في بعض المواقع الكتير، تعالوا نشتغل شويه عملي في المواقع الالوان، يعني على سبيل المثال ده موقع الوان اسمه colors.co،
وفي طبعا ده موقع الوان تاني اسمه ادوبي كلر، وده موقع الوان تالت اسمه كلر لافر. تعالوا كده نرجع كده يعني من نعمل اسكيب ونشوف هل هنا عاطيني لستة ما فيش لستة، مش مشكلة نعرفهم يعني. تعالوا نستخدم او نفتح الاول البرزنتيشن التاني، نخلص لو في نظري وبعد كده نفتح موضوع المواقع الالوان دي نتفرج عليها. تعالوا كده مع بعض نشوف البرزنتيشن. هنا في شوية هنا معايير معينة، لا يعتبرش في حاجة نشتغل على طول. ده شغله كده خلاص. ده الريسورسز، دي شوية ايمج. احنا قلنا ثلاثة، هنا في شوية حاجات عايزين نقولها. ده الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، الفكرة واختيار الفكرة والكلام ده، بس هنتوسع فيه شوية. تعالوا كده مع بعض. أهم خطوات صناعة الانفوجرافيك الفكرة، كنا اتكلمنا عنها على فكرة المرة اللي فاتت، والبيانات لما اتكلمنا على المحتوى الشائع والمحتوى الذي لا يموت، فاكرين الكلام ده؟ والمحتوى الصادم، الكلام ده كان المرة اللي فاتت، ومحتوى الأرقام، الكلام ده اتكلمنا عنه، التصميم اتكلمنا في المعايير برضو، اتكلمنا المرة اللي فاتت على المعايير، وهنا في النشر والإنتاج والإخراج طبعا ده هنتكلم فيها اليوم طبعا باستفاضة. دي أهم خطوات الصناعة، الفكرة، البيانات، التصميم، النشر. اتكلمنا على الفكرة واتكلمنا على البيانات واتكلمنا على معايير التصميم وأبعاد التصميم، الخمس معايير اللي أخذناهم المرة اللي فاتت. وهنا بيقول لك إن هنا إن إحنا بنعمل رسم مبدئي وبنخلق العناوين الرئيسية والعمل على الأجزاء التصميم واختار اللون بالطرق العلمية السليمة وتدقيق وتنقيح التصميم وكلام من ده يعني. تعالوا هنا معايا. الفكرة اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، مش عايز أضيع فيها وقت. إزاي تحصل على الأفكار؟ ممكن من خلال الفيسبوك والتويتر، تشوف هنا عليهم أفكار من خلال الشبكات الاجتماعية، من خلال أسأل الجمهور بتاعي. لو أنا راجل بتاع سيلز مبيعات بسأل، لو أنا راجل في مجال معين بسأل الجمهور بتاعي محتاجين انفوجرافيك لإيه، لو أنا مثلا راجل شغال في مستشفى شغال في التربية والتعليم هم اللي بيطلبوا منك تعمل انفوجرافيك لكذا، أو أنت بتقترح. هنا في العمادة بنسأل الجامعة بيقولوا إحنا عايزين تقرير لعدد الطلاب ومش عارف إيه، فبنعمل لهم انفوجرافيك بهذا المعنى. أنتوا برضو كمعلمين بتقدروا تعرفوا من الطلبه محتاجين انفوجرافيك ايه، واغلب الانفوجرافيك اللي انتوا بتنتجوه بيكون مرتبط بالمحتوى. طبعا بترجع للانفوجرافيكس القديمه بتشوف ايه اللي موجود فيها عشان يبقى عندك درايه بالهيستوري الموجود عندك. طبعا من المنافسين بنطلع، طبعا لو انا شغال في مدرسه بشوف المدرسه الثانيه، لو انا مدرس بدي مقرر يعني بطلع على المدرسين الاخرين، حتى بيعملوها المدرسين في المذكرات اللي هم بيقدموها لطلابهم، بتجد ان هو تلاقي مدرس يحب يطلع على مذكرة المدرس الاخر يمكن يكون فيها حاجة زيادة او حاجة زايدة عنه بيحب، ودي هي التعلم من المنافسين يعني. الاحداث الجارية طبعا من جوجل ترند بنقدر نتعرف منها على اي حاجة. المواضيع الشعبية اللي على موقع مثلا تويتر، والاحداث الحالية طبعا كل دوت حاجات عادية. احنا طبعا اللي يهمنا المحتوى التعليمي. طبعا ازاي تقدر تجمع البيانات بتاعتك؟ طبعا بتقدر تجمع البيانات اثناء القراءة، ده مهم جدا انك تعرفه ان اثناء القراءة تقدر تجمع البيانات من خلال السرد المنطقي، المخططات. تمام، ده كل ده دخل في التصميم. خلاص انا جمعت البيانات من خلال القراءة والتجميع والسرد المنطقي، بدخل في عملية تانية اللي هي التصميم اللي هي كنا بنتكلمين عنها برضو المرة اللي فاتت في ناحية المعايير. بنتكلم هنا على المخططات، وهنا بنتكلم هنا ممكن استخدم برامج معينة زي برنامج المايند ماب، دي كلها بيكلمك على التصميم بيقترح لك اسامي برامج. احنا هنا هنستخدم السيمبل مايند، هنستخدم السيمبل مايند.
هنا بيجي يتكلم بقى على اشكال من اشكال التصميم. اعطيك مثال، بيقول لك في تسلسل او في تتابع، لاحظ العنوان بيكون عريض ازاي، العنوان الفرعي بيكون اقل، بعد كده العناوين الجانبية والمتن وضع الصورة والكلام ده كله، بيحاول يوضح لك شكل من اشكال التصميم. هنا في برضو في حاجات مهمة جدا في شكل من اشكال التصميم. لو انت جيت تبص على هذا الشكل، تلاحظ ان الشكل اللي على اليمين بيقول لك ده افضلهم، هو بيحلل الجريدة اللي كانت ظاهرة عندك من شوية، اون ذا مون دي الصورة دي. فبيجي يقول لك لو انت جيت تصمم الجريدة ديت، لو انت جيت على الشمال ده مفيش تسلسل، الحاجة كلها شبكة بعض، انا مش فاهم فين العنوان من اكيد اون ذا مون ديت دي العنوان يعني عشان اول واحدة، بس فين العناوين الفرعية، من فين الكلمات، فين الكلام ده كله داخل في بعض. بيقول لك يعني ده حاجة سيئة جدا يعني. لما تيجي بقى في تسلسل محدود يعني وضحت شوية، وضحت شوية، عمل لك المائل، الخط مائل بتاع العنوان الفرعي، والعنوان الكبير بقى بولد شوية، والمتن بان يعني بان ان في 3 اجزاء، بان ان في 3 اجزاء انا لاحظتها في التاني، بس برضو محدود. افضل قليلا لو انت جيت بقى عملت سنتر واستخدمت البولد، افضل بكثير ماتش بيتر لو انت استخدمت الشكل الموجود على اليمين في توضيح اجزاء المحتوى بتاعك. ده مهم جدا، الفرق بين العناوين الرئيسيه والفرعيه والمتن لازم يبقى فيه درجات مختلفه ما بينهم. طيب يبقى فيه مستوى اول وثاني ومستوى ثالث، زي ما احنا شفنا ادي مستوى اول وثاني وثالث، مستوى اول وثاني وثالث، فدي عباره عن مستويات بيكون بخطوط اصغر من بعضها. هتلاحظ بيقول لك ان كل مستوى بيكون اصغر في الحجم في الخط عن اللي قبل. طيب تعالى هنا برضو شوف الشكل ده، ده شكل داخل مع صورة، يعني يعتبر اعلان لمنتج. مين يا جماعة اللي عايز يستفسر عن حاجة؟ حد من زمايلنا بعت شيء أو حاجة؟ طيب نكمل كلامنا. هنا برضو بيستفسر، عندنا تصميم لشكل منتج بالسماعة دي تقريبا، ودي برايس السعر، يعني دي كلام عنها في امور بعض الانفورميشن. لاحظ ان هنا بيستخدم الصوره والرمز اكتر من الكتابه، وبالتالي ده شكل بصري ممكن يعتبر متميز. هنشوف اشكال بصريه كتير دلوقتي كشكل. شكل تاني اهو مثلا بيقول لك العنوان الكبير بولد، بعد في زي ملخص، بعد كده في المقاله، ده برضه بيقول لك ده شكل من اشكال التصميم اللي ممكن نعتمد عليها. يعني في تسلسل وتنظيم بصري، خلاصة القول في تسلسل وتنظيم بصري في كل اللي انت شايفه قدامك ده. تعال نشوف برضو بعض الاشكال والتصاميم. ده يعني هنا اوفر عرض في نيويورك، فبيديك يعني يقول لك قد ايه عدد الايام، بيديك شوية معلومات. ده شكل التصميم. بيبقى هنا برضو بيرجع لفكرة الرئيسية اللي في اون ذا مون، بيحللها كل ده، كلام بيتكلم جمع بين الخطوط، نوع الخط، كل ده كلام اوكي احنا يعتبر عارفينه بديهيا. ده اشكال من اشكال التصميم المختلفة اللي بتولد لك الفرق في الحجم ما بين العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي والمتن. ده يهمني جدا انك تميز هذه الامور طبعا، والخلط ما بين انواع الخطوط واضح وباين، العنوان الرئيسي بنوع خط والثانوي بخط تاني والمتن بخط تالت، وده بيوضح لك يعني تمام. حتى في اون زمون لو احنا جينا نرجع له هتلاقي برضو تقريبا نفس الكلام باين عندك في الجريدة الأصلية، أنواع مختلفة من الخطوط، يعني ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 تمام، التايتل والسب تايتل والمتن او التكست او الكونتنت بتاعنا. فنفس الكلام ده برضو تلاحظه هنا في على اليمين، برضو انواع مختلفه من الخطوط، وده اللي احنا بنقوله في هنا انك ممكن تمزج انواع مختلفه من الخطوط، الفونت فاميلي، بس حاول تكون الخطوط لايقه على بعضها او من نفس النوع، يعني
زي ما هنا بيقول لك مثلا تستطيع انك تمزج الخطوط من نوع واحد زي ما انت شايف العائله ديت، بيقول لك دي في عائلات للخطوط عندك، سهل جدا انك تجيب خطوط جديده. على فكره في ناس بيستخدموا انواع خطوط مختلفه، تقدر انت تحمل انواع خطوط وتشتغل بيها في البرامج الخاصه بيك. طيب كل ده برضو بنتكلم عن الشكل العام او التنظيم او التسلسل او التنظيم البصري. هنا بيقول في ملحوظه مهمه ان احنا نجرب انماط وسمك مختلف، وده برضو بان في اون ذا مون، يعني العنوان كان بولد والعنوان الفرعي كان ايتاليك والمتن كان ريجيولر او عادي، وبالتالي ديت اللي بنستخدمهم في الوورد، البولد والايتاليك والريجيولر اللي هو العادي والمائل والسميك، دول كلها انماط وتنسيقات مختلفه للنص ويجوز استخدامها. تلاقي هنا مكتوب عندك في السطر الثاني تتضمن الاماله الايتاليك والسمول كابس، السمول والكابيتال، وطبعا البولد السمك هو ده البولد، والريجيولر هو عكس البورد اللي هو العادي، والامور دي كلها ايه زي ما انت شايفها، حتى خيارات رقيق متوسط سميك سميك جدا، يعني السوق ده بيكون ايه مختلف، وبيوضح برضو بيبرز العناوين وبيبرز المتن والعناوين الفرعيه. هنا برضو عندك ده شكل من اشكال التصميم. تعال نخش في المفيد، ده تقريبا ده عدد ممكن كان صحيفه او جريده، عشان هو بيقول لك العدد تقريبا، وده في 2015، يعني بيدي هنا تصميم معين. لاحظ هنا برضو في تصاميم تانية بيقول لك شوف لاحظ الفرق في الخطوط والملصقات شكلها عامل ازاي، وفي نص سميك اللي هو العنوان، وفي نص عادي، وفي نصوص مائلة بيستخدم، بيقول لك كله بس بيقول لك ان دي كلها عائلة واحدة من الخطوط، كلهم خطوط متشابهة. هنا برضو في تصميم تقريبا ده المطعم، دي مينيو تقريبا او عرض او اوفر، فبيجي يقول لك ممكن نضيف الالوان زي ما انت شايف. لاحظ استخدامه هنا للالوان، يعني ما فيش هرج ومرج، لا هو لون اخضر بدرجاته وهو اخد لون واحد واخد الدرجات بتاعتها، ومستخدم الامور ديت في تصميم هذا الاعلان، يعني اسلوب التصميم هنا بيتميز بالبساطة والسهولة. طيب ده يعني هنا، تعالى هنا الألوان، بالنسبة للألوان المسافات طبعا بيديك هنا نصيحة انك تدي المسافات حقها، لازم يكون في مسافات. طبعا كل ده كلام نظري انا هسيبكم تقروه. إضافة الألوان، ناخد حتى إنشاء النسق بدأ معانا من واحد، لا تمام، اللي هي أحجام الخطوط و عائلات الخطوط، يعني احجام والعائله بتاعت الخط، في نصايح بخصوصهم ان العائلات تكون متباينه يعني من نفس العيله. بنيجي هنا بناخد انماط واسماك خطوط مختلفه، بنيجي هنا اضافه الالوان، كل دي كلها ملحوظات مهمه جدا، اعطي المسافات حقها من الاهتمام، دي برضو ملحوظه مهمه جدا للانشاء والتنظيم البصري. تلاحظ هنا ان في مسافات ما بين كل حاجه والتانيه بشكل معين. طيب برضو بنكمل مع بعض، كنا واصلين لخمسه بنروح لسته. التقارب في المسافات، مستوى التقارب، هل هم بعاد عن بعض ولا متقاربين بشكل ما؟ بيقول لك ان تكرار المسافات قليلا بين الاجزاء المرتبطه ببعضها هو اداه بصريه اخرى، يعني كل ما تقلل المسافات ده تعتبر اداه بتساعد، لما تقلل المسافات ده بيساعدك على معاينة التصميم. هنا ده أعطيك مثال لتقارب المسافات، بس طبعا هي الورقة صغيرة على الشاشة، ده المفروض تتعمل بانر كبير جدا، علشان الحاجات الصغيرة اللي زي دي كده المفروض ما تكونش في مطبوعات صغيرة كالكتب، دي ممكن تبقى ببانرات أفضل أو لوحات كبيرة أو تتعرض على الداتا شو أو الشاشات الكبيرة. هنا سبعة، التلاعب باتجاه النص، يعني مثلا يكون الالاينمنت اساسا في الاصل في اللغه الانجليزيه ليفت تو رايت، وفي اللغه العربيه رايت تو ليفت، ممكن ياخد النص ده يعوجه السنه بزاويه 45 درجه زي ما احنا شايفين العنوان اللي في الوسط. تلاحظ ان في تلاعب باماله
النص. ولو انتوا فاكرين معانا في برنامج الوورد كان في حاجه اسمها وورد ارت اللي بيسمح لك باضافه نصوص مائله كده في النص، فحد بيقول لك التقوس والالتواء والتلاعب بالاتجاهات، كل دي اسامي موجوده في الوورد من زمان، من اول ما استخدمناه انا مثلا في سنه 97 كان في وورد ارت في الوورد، وكنا بنستخدم المائل والكلام ده كله والتقوس ونسبة التقوس والكلام ده كله. بيقول لك تلاعب باتجاه النص ده شيء مهم جدا في صناعة الانفوجرافيك. بنكمل كلامنا هنا برضو، شوف التقوس اللي في فوق خالص قبل العنوان، في تقوس هنا ما، وفي حتى اللي في اللي قبلها في ميلان، هنا في ميلان، وفي اللي بعدها في تقوس. فبيقول لك ان كل ده بنتعامل مع اتجاه وحجم والمسافات والتقارب والكلام ده كله. طيب التصميم من اجل التماسك، دي كلها معايير مهمة جدا عندنا او خطوات مفادها ايديات، ان كل كائن يعتبر جزء من الانفوجرافيك. يعني لو عندك مربع او مستطيل او كل دول بيكونوا شكل متماسك في النهاية بشكل كامل. دي كلها مصطلحات نظرية. العناصر بقى هي الموجودة ايه اللي بتكون الشكل المتماسك، الخطوط والاشكال والكتابة. احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده في اول بريزنتيشن، ان الانفوجرافيك بيتكون من نص وصورة وخطوط واشكال، كل دي بتكون لنا الانفوجرافيك بالشكل بتاعه. تعالى هنا برضو بتحتاج هنا في عندنا الخامات، ده المظهر والسبيس والفاليو القيم، ده كل ده خاصة بالالوان بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. عندك الالوان الكالر والفاليو قيمة اللون والمظهر الخاص بالشكل، دي بنقول عليها بالترجمة، انا بترجمها الخامة. الخامة يعني خامة الخشب، خامة الجلد، خامة الزجاج، ودي هناخدها اكتر في الثري دي، واحنا بنعمل خامات للازاز وخامات للميه وخامات للبلاستيك وحاجات من دي يعني. والسبيس قلنا المسافات الفارغه، كل دي حاجات جميله جدا بتفيدنا واحنا شغالين. طبعا انا مش عايز، انا عايز ابدا اشتغل عملي، كل ده كلام مفسر للاجزاء الكامله. هنا في ملحوظة مهمة جدا حابب أقولها قبل ما نشتغل عملي، إن هو بيقول هنا ممكن نكتفي فقط باستخدام من 2 لـ4 لون في التصميم الواحد، يعني بيقول لك مش عايزين بهرجة في جزئية الألوان. مزج الألوان وتركيبها مش مجرد عملية بتتم بالمزاج، يعني مزاج كل شخص أو رؤيته فقط، إنما من خلال البحث والدراسة المتأنية على من برضو بنرجع لعجلة الألوان وبنشوف الألوان المتناسقة مع بعضها. وبرضو بنقول لك هنا إن في مواقع جاهزة بتستخدم الألوان، ده اللي كنت بتكلم فيه من شوية معاك، ودي نفس السلايد اللي احنا شفناها، نفس الـ3 مواقع اللي احنا شفناهم. طيب اتفضل دكتور، بالنسبة للمزق، لا تفضل تكلم في المايك. بالنسبة لمزج الألوان دكتور، هل تقصد فيها أنها تكون كلها باردة مثلا ولا كلها لا دافئة؟ انا هشتغل عملي حالا دلوقتي، حالا دلوقتي هشتغل عملي. تعالى في اخر برزنتيشن ده تقريبا هو العملي، دي المواقع الالوان، تعالوا مع بعض ناخد موقع منهم وليكن الكالر لافر، ونفتح البراوزر ونفتح شاشة جديدة كده وحط فيها الكالر لافرز ده كموقع. ده كموقع موجود عندنا، انا بقدر استخدمه عشان بيبقى عندي هنا درجات لونية كتير، في باليتة الوان، في عندي هنا اقدر اعمل كرييت لباليتات الوان مختلفة واشكال مختلفة، وباخد اي تشكيل لوني عندنا يعتبر هو اساس الباليتات. ممكن على سبيل المثال اخد التدرج اللوني ده، ممكن هنا بينصحك انه بيستخدم في مجال ده الصاني ده، يعني عامل زي الشمس
ده بيدي هنا درجات لونية مختلفة زي ما انت شايف. انا ممكن اخد اللون ده بتاع الابل ده، بضغط عليه بيفتح لي الدرجات اللونية الخاصة بي. هنا اعطيك مزيج ما بين الدرجات اللونية ديت، وبيجي هنا تحت عندك هنا ادي الباليتا بتاعتها، بضغط عليها بيجيب لك بقى الالوان. تقدر تضغط على اي لون موجود عندك فيه، طبعا الالوان موجوده عندك تحت هنا. اعطيك هنا قيم اللي يهمنا القيم، تعالى هنا كبر شويه، كبر كمان عشان بس نقدر نشوف الكتابه بس. تعالى هنا ناخد الالوان. انا كنت ايه، راح فين ده؟ دخل على الامثله، انا ما نغطش والله، انا كنت واقف عند الباليت هنا. تعالى هنا ناخد اللي يهمني ايه، يهمني برنامج الرسم الار جي بي، يهمني الار جي بي. ادي قيمه الريد عشان اطلع اللون زي اللون ده الاحمر ده، ده الاحمر فيه اكتر بس هو مش احمر بيور، ده نسبه من الاحمر مع نسبه من الاخضر مع نسبه من الازرق، طلعني الدرجه اللونيه دي، يعني دي مش احمر بيور، دي مش احمر بيور. طيب ولنفس الدرجات اللونيه بالنسبه لكله، تعالى بقى هنا الدرجه اللونيه اللي موجوده عندنا دي درجه لونيه زي ما انت شايف. انت تقدر تاخد القيم دي بتكتبها في البرنامج عندك، سواء بتكتبها بالرمز الترقيمي ده او بالار جي بي، بتاخد القيمه. طبعا في اعلانات عماله تظهر لنا على الموقع ما بنبصلهاش، وبالتالي هنا بتقدر تختار درجات لونيه تقدر تستخدمها زي ما انت عايز، وتقدر تاخد القيم بتاعتها لما يتعجبك درجه لونيه وعايز انك انت تشتغل عليها وتاخد الكالر الخاص بيها. دي كلها درجات لونيه في الكالر رافر. عندنا الوان كتيره جدا واشكال كتيره جدا تقدر تختار منها في الكالر رافر. انا ما بفضلش هذا الموقع، يعني انا ما بحبوش، يعني الموقع ده انا كعبد الرحمن انا لا استخدم هذا الموقع، وما بس ده من اشهر المواقع. يعني في موقع اخر هنا اسمه الكالر هيكس، ده اللي بيطلع لك برضو ترميز رقمي للالوان اللي انت شايفه. الهيكس اللي كان موجود عندك هنا من شويه في القيمه بتاعته، بس لازم اضغط على اللون طبعا اللي هو الهيكس ده، ده رقم كود بيبقى موجود في برامج الجرافيك. طبعا انا ما بستخدمش الهيكس، انا بستخدم الار جي بي. تعالى هنا ده الكالر هيكس برضو، ده فيه ار جي بي على فكره، يعني ما تقولش انه عشان هو اسمه كالر هيكس مش هيجيب لي الار جي بي، لا بيجيب لك الار جي بي حتى هيبين اهو ريد جرين، هنا ريد جرين بلو، نسبه الدرجات في الاحمر البيور 255. دي طبعا كلها هنا بيكلمك عن الالوان، تقدر انت تقدر تختار درجات لونيه من الموجوده، وتقدر تشوف الشغل بتاعك ويجيب لك الريد والجرين بلو بتاعها والهكس والاتش اس ال، ودي كلها اكواد على حسب البرنامج اللي مستخدمه. البرنامج هو اللي بيطلب منك القيمه اللي انت تحطها له بايه زي ما هنشوف دلوقتي. تعالى هنا نشوف الجنريتور ده، يعني ده جنريتور اقدر ان انا اولف بيه القيم اللونيه. تعالى نشوف مثلا قيمه لونيه زي ديت، دي بيقول لك نسبة الـ RGB نسبة قد ايه من كل لون عشان تكون اللون البني ده، يعني ده اللون ده بيساوي ايكوال كده تمام، او لو انت هتطبع CMYK لو هتروح المطبعة يبقى اخلط كده. تخيل يعني انت عشان تشوف اللون ده في الكمبيوتر، في الكمبيوتر تختار الالوان دي، اما لو هتودي المطبعة وعايز تشوف اللون ده اختار الالوان دي. وبالتالي لازم احنا نشوف المصمم ده بيصمم عشان يطبع على بانر، ولا بيصمم علشان يعلن على الكمبيوتر. ودي كلها الاكواد، انا اللي يهمني الار جي بي، انا اللي يهمني جدا الريد الجرين البلو الخاصه بيا، ده الار جي بي ده بتاعي، الار جي بي اللي انا عايزه اللي هو ده، ده اللي انا بستخدمه، ده اللي انا بستخدمه مهم جدا. وادي السي ام واي كي اللي انا يعني هستخدم هطبع يعني، وادي اللي فين الهكس غالبا لازم يكون موجود الكود بتاعه، اهو الهكس فوق اهو، هو اساسا يعني ده الكود اللي ممكن انا ايه استخدمه برضو بعض البرامج. ده كلها درجات لونيه، ممكن اختار درجه تانية. هنا ميزه الموقع ده انه بيديك درجات متقاربه، يعني بيقول لك كلر سكيما، يعني الالوان المتناسبه مع اللون اللي انت مختاره فوق ده،
فيقول لك اللون ده برضو تاخد معاه الدرجة دي او تاخد معاه الدرجات دي او دول او دول، وده التدرج اللوني بتاعه. يعني دي كلها الوان متناسبه معاه، وبيديك كل حاجه عن اللون وتفاصيله، التون والتنت والشيد وكل حاجه لها علاقه باللون ده. اي لون انت بتختاره ما عندكش اي مشكله على الاطلاق، بتختار اللون وبتبدا تدور فيه. انا ممكن اسيرش هنا عن اي لون، يعني ما يعني انا ممكن اسيرش عن على اي لون انا عايزه، وليكن انتر كالر فاريو هيكس او ار جي بي. يعني انا ممكن اكتب ار جي بي مثلا، ار جي بي انا هشوف يعني ار جي. انا اول ما عملت ار جاب لي الريد على طول، جاب لي الوان فيها علاقه بالار. طبعا المواقع كلها انجليزي يعني، ولو هكتب جرين يعني جاب لي درجات فيها جراي وجرين وجولد كل حاجة. بي أكيد فيها بعض الهكس أو الألوان، لو في كابيتال أو كده يعني ام ماجن نفس الألوان ام ميديا بلو. طب يعني بيبقى في بعض الألوان كي بلاك ودارك بلو اللي اتكلمت عنه، يعني بيبقى في الوان كتير انت ممكن تجيبها. لو انا هل من الممكن انا اكتب له كود 255 او 255 اللي هو الريد، وادي له زيرو يالو وزيرو بلو ويجيب لي الاحمر يعني، فهم هو ما فهمش حاجه. طب لو لازم اكتبها له بالمنظر ده تقريبا ار جي بي ار جي بي وادي 255 زيرو زيرو. انا طبعا ما بستخدمش البحث يعني، زيرو خمسة جاب لي فعلا وقال لك الهيكس بتاعه. يبقى انت عشان تبحث عن اي لون بالكود، لو انت عندك كود لون ار جي بي وانا عايز لون اخضر، يبقى زيرو ريد كوما 255 اخضر كوما زيرو بلو. ده الكود اللي انا كده عشان اجيب الاخضر، ها ده المفروض هنا ده يديني اخضر. طب اقلل القيمه شويه ار جي بي من الصح انا كاتبها ريد لا اي لا انا اسف جي 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 ايوه اخضر اهو جاي اهو تمام. اقدر اسيرش عنه مفيش اي مشكله، اخضر 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 بيور زيرو زيرو الالوان التانية تمام. فلما اجي برضو اخد انا اللون ار جي بي جي وعايز امزج الاخضر ده مع شوية احمر، يمكن اطلع لون بنفسجي ولا حاجة. 255 كمان احمر يعني احمر اصفر اهو. طب لو انا الاخضر ده الريد الاحمر زيرو ورحت عند الازرق هو اللي زودته اداني اللون السماوي. طب لو انا اديت قيم مختلفة يعني على اساس الاخضر، ما الاخضر كده يديني اصفر وكده يديني ازرق بدرجاته. طب لو انا اللعب كله كان في الاحمر، يعني مثلا الاحمر 150 كوما الاخضر 150 كوما الازرق 150، اداك رمادي اداك رمادي. طب لو انت حطيت الالوان كلها فوق بعضها يعني 100 الدرجات الوسطى لو تساوت يديك رمادي. طب لو 10 كوما 10 كوما 10 قربت من الاسود، يعني معناها الاسود صفر. يعني لو انا قلت صفر 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 ده اسود. او امال 255 255 255 كوما 255 كوما 255 ده ابيض. يبقى اذا الريد جرين بلو ريد نسبة الأحمر والأخضر والأزرق كاملة يديك أبيض، زيرو يديك أسود، وسط يديك رمادي. يبقى هنا التساوي فيهم بيديك من الأبيض للأسود ودرجات الرمادي في النص. يعني لو قلنا مثلا هنا اللعب نقول 200 كوما 200 كوما 200، يعني ده درجة من درجات الرمادي.
زي 10 10 10. يبقى قلنا لو تساوت الريد والجرين والبلو بيديني درجات رمادية. طيب لو كانت قيم الثلاثة بالصفر تمام بيديني البلاك، لو القيم كلها 255 255 بيديني الوايت ابيض، وهكذا. طبعا بقى التدرج بقى هو اللي بيغير معايا، التدرج هو اللي بيغير معايا. طب احنا كنا قلنا اللون البنفسجي كان بيجي لي من ايه؟ من الازرق وايه والاخضر، لا في احمر، في احمر تقريبا كان احمر وازرق، مش عارف 255 احمر كوما زيرو اخضر كوما 255 ازرق، ايوه اهو يعني ازرق كامل بيديني زي اللون البنفسجي ده. طب لو قللت خليته 150 بس، يعني طب لو قللته خليته 5 هي، يعني لو قللته خليته 60، يعني في شغل. لو جيت للاحمر ده خليته 100، يعني لون كده عامل زي لون غريب ده، 150 عامل زي لون بنقول عليه في مصر كان اللي فات ده كان بدنجاني، ولا لون البدنجانية دي الباذنجان، يعني الوان ما اعرفش. دموي، عامل لك لون دموي احمر احمر ده المفروض 255 قريب من الاسود شوية، يعني ما هو اخد يعني احمر قريب من الاسود، ممتاز. طب كويس انك قلت لي. طب يعني معناها ان احنا ممكن نعمل ده 100 وده زيرو، ده بني. يعني نقول 50 هنا قريب من الاسود، بس نزود الازرق شويه بقى، بديك بنفسي برضه درجات لونيه انت عمال تلعب فيها. تمام، المهم ده من الالوان. تحت الاسكيما، لا ده بيقول اصل انت مش معقول تعمل هنا، بيقول لك انت ممكن تعمل الديزاين بتاعك بالوان كده، بالوان تدرجيه، ولكن بيقول لك انت ممكن تستخدم اكتر من لون. الالوان دي شغاله مع بعض، الاصفر والاخضر والازرق والبنفسجي دول شغالين مع بعض، ودي اكوادهم. بيقول لك خد الاكواد دي لو انت عايز الاصفر والاخضر، وبيديك درجات لونيه معينه، بيقول لك دول لايقين على بعض. تمام، انا ممكن اخد لون هنا واشوف اللي لايق عليه اللون ده مثلا انت قلت لي عليه، هضغط انتر هيجيبه لي، جاب لي اللون ده وجاب لي درجاته في الطباعه والكمبيوتر، وجاب لي الدرجات اللونيه المتناسبه معاه. لو انت استخدمت اللون ده، انت حابب اللون ده قوي، خلاص بيقول لك استخدم ده وده مع بعض في حاله لونين، في حاله 4 الوان استخدم دول مع بعض في التدرج اهو، يعني بيديك الوان تتناسب معاه. ممكن تاخد انت كل لون تاخد ده لوحده، تجد انه في الوان بتتناسب معاه برضو داخل مع اللون ده. لو اخدت ده لوحده هتجد برضو الالوان قريبه من بعض، يعني الالوان المتناسبه مع بعض. تمام، فهنا بيقول لك الموقع ده انا بستفيد منه جامد بصراحه، انا بحب الموقع دوت. عن الموقع الاول، الموقع الاولاني ما بحبوش، انا بتكلم بشكل شخصي، والموقع الثاني اللي هو كلر هيكس ده انا بستمتع في التعامل معاه، وفي طبعا امكانيات كتيره في الموقع ده غير الموضوع بتاع الكالرز. يعني انت تروح للكالر هيكس في البدايه، انت عندك هنا كل ده جبناه من الجنريتور، عندك اكزامبل، يعني هنا في اكزامبل بيشرح لك الريد والجرين والبلو والكلام ده والفاليو والهيكس وكل حاجه اكزامبل ليها، وعندك البلندر للكالر، تمام، انك تقعد تشتغل هنا وتشوف تكتب، وعندك هنا يعني عندك امور كتير، كلر باي نيم انت عايز بقى بالاسم، انت حافظ شوف باليتة الوانه عامله ازاي، ده انت ممكن تستخدمه في دهانات المنزل في اختيار الملابس، يعني مش لازم الانفوجرافيك، يعني ممكن الزميلات يستخدموه في التناسق اللوني للمنزل والملابس وكل حاجه. انت شايف انت بتختار لون بيقول لك متناسق مع ايه، بتختار لون يقول لك متناسق مع ايه. فهنا ده بالاسم، ده الالوان دي كلها بالاسم، طبعا دي كلها اسامي الالوان، دي الاسامي الرئيسيه الطبيعيه لهذه الالوان باي نيم، واعطيك النسب المئويه لكل لون، يقول لك نسبه البلو ونسبه الجرين ونسبه الريد والهيكس بتاعه كام عشان تستخدمه في البرنامج، وادي درجه حراره اللون والكلام ده كله، ونسبه الاضاءه بتاعه اللون ده حتى البلو درجات البلو كله، طبعا من كثرة الألوان السكرول مش راضي يمشي يعني أوي.
قفل؟ لا ما قفلش. ادي اليالو الطبيعي، يعني كل اللي فاتوا دول ما كانوش يالو، ده اليالو يالو. اما في عندنا هنا في حاجات تانية فوق شبه اليالو، بس حاجة يعني مش يالو، مش يالو بيور، اخد بلو، نسبة بلو، فاخد درجات لونية مختلفة عشان يديك الجولد والسان جلو ويديك درجات لونية مختلفة. والسكول باص، سكول باص يالو، يعني ده لون مش يالو يالو، يعني برضه مش يالو يالو. لون الباص، لون الباص ده درجة لونية لوحدها كده لحالها. يقول لك السكول باص يالو ده 255 ريد، والجرين 216 وزيرو بلو، عشان تطلع اللون ده. فيجي يطلع برضو الوان. ده مهم جدا الموقع ده. تعالوا بس عشان الوقت ما يجريش مننا، انا شكلي هحتاج محاضرة ثالثة للانفوجرافيك، ولكن انا اللي يهمني انكم تبصوا على الحاجة وتشوفوها. الموقع ده برضو الموقع الثالث ده كوبي، انا عملت كوبي كنترول سي، هات كله، هات كله كنترول سي. نروح كده على الموقع، نقفل موقع الكالر هيكس ونخش على الموقع الثالث. انا بحب الموقع بتاع ادوبي، ادوبي كالر، هندخل له دلوقتي. ده برضو هنا عبارة عن الالوان تتعامل معاها زي بيقول لك هنا سكيمة في الشاشة، وهنا عندك دي مجموعة من الالوان، عندك ديزاين فري ويب سايت باستخدام الالوان اللي دي. برضو ممكن تختار اي درجة لونية هنا، تمشي النقاط دي كده وتشوف بقى تفتح وتغمق والكلام ده كله، تقرب من الاحمر وبعد كده تختار اللون الاصفر الاحمر، تاخد لون عشان هو هيديك لون بيور ويديك الدرجات اللونيه بتاعته الخاصه بيه. ده عباره عن الالوان، ودي هنا برضو درجات لونيه جاهزه. اتفضلي. ما يكتفى بموقع واحد يعني يقوم بالباقي عن الباقيات؟ لو انا بتعلم على واحد. طبعا هو موقع واحد اللي انت تفضلي، كل دي مواقع للالوان زي ما انا قلت لك. انا بحب الكالر هيكس والادوبي كالر، انا بشتغل بالاثنين دول بس، انا بعرض بس للطلبه كله عشان الاذواق تختلف. فانا دوري كمعلم ان انا اعرض لك كله، ودورك انت كمستخدمه انك تختاري الموقع اللي انت عايزاه. تمام. انما انا للامانه العلميه بعرض لك كل المواقع بس، مش اكتر من كده يعني. اكمل. عندنا هنا ده موقع تاني بتقدر تختار منه الفول كالر، تقدر تشوف الدارك ليه، تقدر تشوف دي نسب من هذا اللون. طبعا تقدر هنا تشوف برضو التداخل مع الوان مختلفه، سواء ثلاثه لون او اربعه لون، او هو يمشي في مركزه. ده موقع بيديك شغل بشكل مختلف شويه. الموقع دوت طبعا بخاف اضغط على اللينكين دول على طول بيوديني للويب سايت، انا مش هو اساسا في الاصل. دي تاخد الدرجة اللونية، ادي الريد وادي الجرين وادي البلو بتوعه، تمام، دول هم، وادي الهيكس برضو لو انت تستخدم طريقة الهيكس كوبي بيست على طول. ده موقع تاني مستخدم عندنا. تعالوا بقى، ده موقع ار جي بي نفسه، هنا مهتم بالار جي بي، يعني الالوان بتاعته تطلع للكمبيوتر بس. تعالى هنا ده موقع ار جي بي، مش عارف شغال لسه ولا ما دخلتوش من زمان جدا. هنا برضو ادي الريد جرين بلو، انت هنا بتختار الدرجات اللونيه بتاعتك اللي انت شغال عليها، تمام، وتكتب اي درجه لونيه، يعني نقول هنا مثلا 255، تمام، وتقدر تختار اي، يعني تقدر تغير هنا في الدرجات اللونيه، تشوف لو انت هتاخد كوبي لفاليو او اي شيء تقدر تشتغل بيه. طبعا هنا عندك الوان، ممكن تختار اللون ويجيب لك الدرجات بتاعته كامله. يعني انا برضو مش هو ده الموقع الار جي بي اللي انا بحب استخدمه. يعني ادي درجاته اللونيه، اعطيك كل الدرجات اللونيه الكالر اللي هو فاهمها ويديك القيم بتاعتها. ده بيساعدك برضو، يقول لك برضو يتناسب مع ايه، يعني لو استخدمت اللون ده استخدم مع ايه، برضو زي الموقع اللي انا كنت بستخدمه من شويه. لكن ما بستخدموش الموقع بتاع الكالر هيكس، بيغنيني عنه يعني، وانا بفضله عن ده ساعات. بس ار جي بي ناس كتير بتستخدمه. تعالى هنا في موقع تاني، كولر هيكس
كولر هيكس، بس هيكس تاني يعني، مش هيكسا، التاني كان هيكسا، ده كولر هيكس. موقع برضو ده نسرع شوية كده عشان استعرضهم لكم. دي برضو باليتة الوان ما شاء الله كبيرة يعني، وهنا بيقول لك استخدموا تمبليت وايكون وشغل جرافيكس كتير. ودي مثلا لو انا اخترت الدرجة اللونية ديت هشتغل عليها، ادي القيم بتاعتها، ادي الار جي بي بتاعها، ودي القيم والاكواد الخاصة بيها، والهكس بيكون موجود عندنا فوق اللي هو 125، ده الكالر هكس ده. تمام، يعني ده الكالر هكس، ودي الار جي بي ده للون دوت. طبعا تقدر تستخدم هذه القيمة وتحفظ المعلومات عندك وتبقى عارف انت شغال بايه. تعالوا بسرعة برضو زي ما استخدمنا، طبعا مواقع كتير كتير كتير، انا يعني ممكن ابقى ابعتها لكم على الجروب وانتوا تشتغلوا بيها براحتكم. انا بحب الادوبي كلر بصراحة. خلاص يعني عشان اخلص موضوع الالوان ده مش هعرض كله، هم حوالي 12 موقع عندي، انا اكتفي بالاربعة دول. اخد الادوبي كلر عشان دي شركة محترمة، شركة ادوبي، وعاملة لنا حاجة برضو بباليتة الالوان كويسة يعني زي المواقع ايه التانية. تعالى هنا دي شركة ادوبي، هنا بنقول لك هنا بنقدر نسحب الدرجات اللونية، بنشوف الدرجات اللونية تكون متناسبة مع بعضها. انا طبعا هنا ماشي براحتي، فري فري حركة عشان اخد عدة الوان. يقول لك انا كده محتاج اخد الالوان دي كده مع بعض، انا شغال كده يعني. ده هنا بيساعدك انك تختار الوان مع بعضها تستخدمها في تصميمك، او انك تستخدم شكل فري لو انت غيرت اي حاجة بيغير معاها ما يلزم، بحيث ان الالوان تبقى فيها تناسق. ما يعني لو انا جيت على الغوامق دي كده تحس ان الالوان برضو ايه بتشتغل مع بعضها بتناغم معين. انا ممكن اجيب كله في الازرق يعني، بتشوف انت التناغم بتاع الالوان بتاعك، جبتهم كلهم مع بعضهم، حتى لما بتجيبهم مع بعض في نقطة واحدة تحس ان الدرجات برضو ايه. تمام، دي كلها عشان تشتغل صح بتبقى بالشكل ده. تقدر هنا تاخد طبعا اي لون انت عايزه، وتشوف ال سي ام واي كي لو انت هتطبع على ال، تاخد القيم لو انت شغال سي ام واي كي، لو انت ار جي بي. تمام، انا غالبا بشتغل ار جي بي وباخد الالوان بتاعتي، اقدر اغير القيم بتاعت اي لون. اللون مش عاجبني، الاصفر ده مش عاجبني، اغمقه شويه، انا بحب الاصفر يكون غامق شويه. الاصفر ده كده اوكي، اللون ده يعني شغال بس مش مهي. لو انا غمقت كده مش هتناسب مع الاصفر فغير لي اورنج، هو اوتوماتيك ماشي، هو بيختار لي انا مجموعه الوان متناسبه مع بعض. انا بحاول ماشي، جميله جدا الباليتا دي، بس انا يعني كنت عايز مع الاصفر ابقى اعمله مع نفسي يعني. تمام، ممتاز، دي كلها الوان، وتقدر تاخد القيم ده في حاله الار جي بي، تاخد القيم عندك القيم زي ما قلت لك سي ام واي كي والار جي بي، تقدر تتعامل مع هذه القيم. ممتاز كده، عندنا عدد من المواقع. تعال نشوف السلايد اللي بعد كده، التدريب العملي هيكون على المواقع دي في حاله انتاج الانفوجرافيك. تعالوا برضو نفتح المواقع دي ونشوفها، اي حاجه مرتبطه بالمواقع نشوفها. تعالوا نفتح هنا في حالة إنتاج الإنفوجرافيك مع توظيف للألوان. ده موقع من المواقع اللي موجودة عندنا في إنتاج الإنفوجرافيك. تقريبا محتاج إن أنا أكون عامل أكونت، ربنا يسهل وألاقي هنا أي أكونت مفتوح معايا، أي زميل حد فاتح إيميله يعني. انا مش معيش ايميل دلوقتي هنا، او مش متذكر ايميلاتي، ولكن تعالوا بس نستعرض المواقع. ده موقع الفيكتور ستوك، ده موقع من المواقع المهمة عندنا، وتقدر هنا الايمج تقدر تبقى فري، عندك فري فيكتور من غير ما تدفع حاجة، في هنا عندك حاجات اكتر في تدفع، بس تدفع مبالغ شكلها كبيرة شوية يعني، 1 دولار، 14 دولار، لا مش كبيرة ولا حاجة، بس طبعا احنا مش هندفع، احنا شغالين بدون دفع يعني.
في ده موقع من المواقع، غالبا انا ما رشحوش قوي يعني، انا رشح موقع ازلي. الموقع ده برضو لازم ايميل، واحنا شغالين عامل دلوقتي اطلع الايميل ونشتغل. بقدر ان انا اكريت فري اكاونت عن طريق الايميل، ممكن ان انا اعمل لوج ان لو انت داخل على الفيسبوك من هنا، او انك معاك الجيميل بتاعك فاتحه من هنا، اقدر انك تعمل لوج ان تسجيل دخول. طبعا هو يطلب منك البيانات بتاعت الجيميل. طبعا هنا برضو غير كده، لو فاتح الفيسبوك برضو بياخد منك بيانات الفيسبوك والدخول على الفيسبوك. نفس الكلام انت تقدر تعمل هنا ريجستر توداي فور فري، ان انا لو ما عنديش ده ولا ده، ان انا اكتب ايميل جديد واحط باسورد وكونفرميشن واسجل. موقع ازلي من المواقع المهمة جدا اللي بيخليك تنتج اشكال زي ما انت شايف كده. قبل ازلي بيقول لك انك كان ممكن تعمل اكسل وباور بوينت وتكست بالشكل ده، دلوقتي بعد ازلي المعلومات بتاعتك هتبقى كده. هو ده وجهة نظره، بتطلع انفوجرافيك بالشكل دوت. بتطلع انفوجرافيك بالشكل دوت، اشكال معينة تمام. زي ما انتم شايفين هنا، ده موقع مهم جدا انا انصح بيه، وهنشوفه دلوقتي وهنشتغل عليه. طبعا من كل دول انا انصح بإذلي بس، ولكن طبعا المواقع التانية مواقع متميزة برضو. في مواقع بتطلب انك تدفع فلوس مش هنستخدمها، إذلي ما بيتطلبش ان احنا، وفيجوالي كمان على فكرة ما بيتطلبش ان احنا ندفع فلوس غالبا، الا اذا احنا عايزين حاجة هاي ريزولوشن. ده برضو هنا ده موقع بيك، ده طبعا موقع برضو كويس، بس انا برضو بيطلع لك اشكال معينه. الميزه في الموقع ده بقى انه ممكن تعمل منه انفوجرافيك، ممكن برزنتيشن، ممكن تعمل منه مطبوعات. يعني هنا في مميزات منه، انك تطلع منه برزنتيشن او تطلع منه المطبوعات او انفوجرافيك. في ميزه في ده، ميزه مختلفه، ولكن هو تقريبا بيطلب فلوس تقريبا يعني، على ما اعتقد يعني لما اشوف كده. هو فور فري برضو في البدايه، ولكن بيطلب فلوس. السلام جربه. في موقع تاني غير ده فري بيك، في فيجوالي، في موقع فيجوالي هنا ده ازلي. تعال نشوف انا هكتبه. انا هو مش، انا مش كاتب فيجوالي، ولكن فيجوالي هو ما انا عارفه اللي هو فيجوالي. هنشوف السبيلنج واحنا وحظنا يعني، هنشوف فيجوالي او فيجوال دوت ال واي. ايوه اهو فيجوالي ده برضو موقع للانفوجرافيك، موقع برضو متميز. هنا بقى ميزة الموقع ده تقدر تطلع منه فيديو انفوجرافيك اي بوك، وتقدر تطلع منه برزنتيشن وصور وي 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 وي. موقع برضو متميز جدا، بس تقريبا بيطلب رسوم برضو يعني، طلع منه حاجات بالاشكال دي، تطلع تشوف البرودكت بتاعه، طلع منه فيديوهات، طلع منه حاجات كتير، طلع فيديو. Life is so full of change. هو بيطلع الشغل ده. Start a family, but your kids grow up and start families of their own. We always return to the things that are timeless. Since 1848, Morton Salt has been an American staple, and for 100 years, Morton Salt. يعني معنى الكلام انه بيطلع هنا فيديو، وبيطلع برضو انفوجرافيك. تعال نشوف انفوجرافيك عنده، وليكن نشوف الشكل ده. طلع هنا خرائط زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. يعني هنا في موقع الفيجوالي موقع متميز، ما كنتش اقدر ان انا ما اعرضوش حتى لو هو مش موجود في البرزنتيشن، انا فاكره يعني. ده برضو هنا حاجات برضو مهمة جدا، حتى بيشرح حاجة على جسم الإنسان. وهنا طبعا في فيديوهات، في فين برزنتيشن، لو في برزنتيشن كنت شغلته، ولكن هو بيعرض لك مجموعة من المنتجات. أنا ممكن أنا أختار يعني، ممكن أقول له وريني البرزنتيشن، هو بقى يحمل ويورينا، لو نفع يجيب لي بعض الأجزاء
ونشتغل نشوف بقى هل في امثله يوريها لي. ما فيش امثله ادخل على طول اعمل ساين ان. هو هنا بيقول لك ان في ماشي في حوالي مؤسسات كتير بتستخدمه، ويعني بيقول لك ان هو شكل مميز وبيساعد. طب بيقول لي فوائد الباوربوينت، هو مش لسه جاي يقول لي فوائد الباوربوينت النهارده. بيقول لك هتعرضها على الداتا شو، بيبقى في مخططات ورسوم بيانيه وبتساعد في الماركتينج، وبيقول لك ان يعني 80% يعني بيديك نسب في حته القوة الانفو الموقع ده في حالة انتاج الباوربوينت. يعني احنا شفنا فيجوالي، شفنا الكالر ادوبي، شفنا ايزلي، شفنا ايزلي، دي كلها مواقع احنا بنشتغل عليها. طبعا في بقى موقع يعني ايزلي فيجوالي كالر، الكالر الخاصة بينا من الموقع ادوبي كالر او كالر هيكس. انا هفتح الخمس مواقع اللي انا بفضلهم، كالر هيكس، دول موقعين للالوان وموقعين للانفوجرافيك. غالبا دول اللي انا ببقى بفضلهم اكتر عن الباقيين، وبحب اشتغل بيهم اكتر من الباقيين. تعالى في موقع خامس اللي هو موقع السيمبل. هي شبكة ببعضها يعني، بس أنا مش عارف ليه بحب أفصلها وأنا ببحث. يعني السيمبل مايند ده موقع اللي بتحمل من عليه الفري فيرجن من السيمبل مايند، ده اللي بيعمل منك خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية. تقدر تحمل لأجهزة الماك والويندوز والآيفون والآيباد والأندرويد زي السامسونج وخلافه. ده مهم جدا الموقع ده. طبعا ده مجرد شرح بشكل عام كده. طبعا اللي يدخل عندي على اليوتيوب، كنت اديتكم على اليوتيوب المرة اللي فاتت، كنت قلت لكم، نبدأ على خير كده ونقول بسم الله. كنت قلت لك نبحث هنا على سالم 4IT، وهو الرمز ده تدخل عليه هتلاقي هنا بلاي ليست، قوائم التشغيل. تدخل على انفوجرافيك اللي هي بتاع المحاضرة الأولى، اللي هي الليستة ديت اللي فيها 7 فيديوهات. توقف كده بس، ده التدريب الانفوجرافيك كامل. ده متقسم على جزئين، المحاضرات بتاعتنا، شيء مهم البرزنتيشن والعملي. اننا نهاية فور، تمام. وده فين المواقع؟ ماشي، ناخد في فيديو، ده بقى جديد مفيش فيه حاجه خالص. رحت للرئيسي، بتخش بالاكونت طبعا بتاع بره خالص يا دكتور، الايميل زي ما انت شايف دكتور عبد سالم، ما هو داخل بالايميل بتاعي، واجي افتح صفحه جديده كده وامسح المواقع الرابط او بس. اكتبه هاتي واضغط موقع انتر. الازلي فقط، يشرح لك كده الازلي او نوع الخط ايضا يظهر ذلك فعلا. اتي هنا واكتب بعض الكتابات، اتي وده اخرى من نفس التصميم باسم بالمايند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شرح في هذا المقطع، ده شرح برضو توصيل. يعني أنا اللي يهمني دلوقتي 6 صفحات قدامي، كالر أدوبي وكالر هيكس والفيجوالي والإزلي والسيمبل مايند والإنفوجرافيك. دول اللي هي المواقع اللي بحب إيه أشتغل عليها. طبعا المفروض هو احنا نشتغل عملي، بس طبعا مش عايز اجري في الشرح العملي، انا عايز اشتغل عملي عملي يعني براحتي. ف لو اشتغلنا هنشتغل جزء صغير، واحنا اشتغلنا يعتبر جزء الالوان. ولو تسمحوا لي برضو ممكن نشتغل جزء تاني اللي هو بتاع السيمبل مايند.
تعال كده شوف بس السيمبل مايند نازل على هذا الجهاز ولا لا، غيروه ولا سايبينه زي ما هو. سيمبل موجود اهو، سيمبل مايند، بس شكله نسخة مجانية يعني، مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة. أنا عايز نسخة مجانية برضو. أنا مش هو المشكلة، النسخة المجانية ساعات بتقفل على طول بعد شهر وبتعاكسنا يعني، ولا لو قفلت الإنترنت عشان أعمل له سيت أب دلوقتي هتفصل الجلسة، فأنت لازم برضو تطلع المحاذير دي. تعالوا كده نشوف السوفت وير اللي معايا. هنا في 3 أنشطة عملية. أول نشاط عملي إنك تدخل تشوف المواقع بتاعة الألوان اللي هي زي ديت، وده إحنا يعتبر عملناه يعني. تاني نشاط إنك تنتج الخريطة الذهنية، ده لسه هنحاول نشتغل ده، والموقع بتاع ايزلي او فيجوال المره الجايه. فناخد بس التدريب التاني ده، انك تحمل السيمبل مايند انتاج الخرائط الذهنيه وتشتغل ايه عليه. المهم انا بس عندي هنا في مشكله اللي هي الانترنت. تعالوا بس كده شوف انا معايا ايه الاول. انا معايا هو البرنامج بكراكو، معايا البرنامج بكراكو. تعالى هنا برضو معايا برنامج قديم resources simple mind. والله انا افضل يعني لو في انتي فيروس مفتوح هنقفله، وشكله مقفول بس يعني مش ضامن والله. بس انا اخد برضو الاصدارين دول كنترول سي واحطهم هنا كنترول في بيست. ممكن ابعتهم لكم على الواتس. تعال هنا ناخد مثلا ده، نفك ده هنا، دي نسخة مضغوطة من البرنامج. المفروض أنا أقفل الإنترنت، مش هقفل الإنترنت ولا حاجة حتى لو اداني نسخة مجانية. شوف هنا بس التعليمات، شوف التعليمات بتقول لكم إيه، بس عشان أنتوا شغالين في البيت. بيقول لي انستول بروجرام وما تشغلوش، وبعد كده اقفل الأنتي فيروس واقفل الإنترنت كونكشن. طب أنا مش هقدر أقفل الإنترنت كونكشن عشان أنتوا معايا في الجلسة. طب لو على الأنتي فيروس سهلة، تمام؟ فانا لو شغلته هيتعرف بقى ان هو برنامج اصلي، وبعد كده هيبقى تجريبي بس. انا طبعا مش فارقه معايا، ده هي على قد محاضرتين، انا هعمل ستوب وخلاص، ولا هقفل الانتي فيروس. بس ده غلط، انت لازم بعد ما تعمل انستول تقفل الانتي فيروس وتقفل الانترنت وتشتغل على الكراك. شوف التعليمات اللي موجوده عندك وتشتغل عليها. انا مش هيبقى فرق معايا انا هشتغل مجاني ولا كامل، بس يا رب يشتغل اساسا، عشان هو لو كان نازل قبل كده. اتفضل. برنامج سيمبل مايند موجود على ابل مجانا، مجاني لمده شهر. لا ما اعطاني الايقونه هذه. يبقى مجاني مش بكل الامكانيات بتاعته اصلا اللي انا جايبه ده هو كده نسخه مجاني، ده تريال فيرجن. اللي انا جايبه بالكراك ده فول فيرجن، ده ديسك توب برو، ده برو، ده قصدي ده بروفيشنال. عشان كده انا جايبه بكراك انك انت تشغليه عندك مدى الحياه بكل امكانياته. في فرق ما بين النسخه المجانيه، لو انت دخلت على الموقع يا رب بس يكونوا ظاهرينها، فرق ما بين النسخه التريال والمدفوع لها برايس. اللي انا جايبه بكراك ده مدفوع له برايس بس يعني، الناس مستلفينه من بعض يعني، واحد شاريه موزعه على الكل يعني. فهنا بس بنوضح ان هو عنده هنا نسخ اهي، النسخه المجانيه زي ما انت شايفه دي امكانياتها، اللي هي المجاني اللي بتقول عليها. في عندي هنا بقى النسخه اللي بالفلوس، في النسخه ال 30 يوم برضو اخد الامكانيات نفسها بال 30 يوم بس. يعني انت عندك نسخه فري مجانا، سيمبل مايند فري، دي امكانياته. ادي اللي الفل ده، الفل ده بسعره ويبقى معاكي طول العمر. تجربي الفل 30 يوم بس، دي بنفس الامكانيات مفيش مشكله. اخدت بالك حضرتك؟ تمام، شكرا، يعطيك العافيه. فانا جايب الفل بس للاسف لازم افصل النت والانتي فيروس عشان اشغله، فهو دلوقتي جايب لي التريال فيرجن
اوكي ما فيش مشكله خالص، تعال نبدا نشتغل عليه. ده كان شغل قديم كنت اشتغلته مع الناس، هو موجود هنا نازل بالفعل. تعالوا نعمل فايل نيو مايند ماب، فايل نيو مايند ماب، نركز مع بعض. العنوان الرئيسي مثلا للمقرر، لو انت بتعمل خريطه ذهنيه للمقرر يبقى هنا عنوان المقرر، عنوان المقرر. وليكن عنوان المقرر فور اكزامبل عندي مقدمه في الحاسب الالي، مقدمه في الحاسب الالي مثلا. حد بعت استفسار او شيء؟ لا دكتور شكرا. اصلاح، هتكلم عن المايند ماستر ابلكيشن في الجوجل لللابتوب. ماشي ماشي، بس هو الفكره كلها ان احنا عندنا البرنامج ده، وممكن برضو نبقى نشوف البرنامج اللي قلت اسمه ايه، مايند ماستر. تعالي كده بالمرة، بما انك انت فتحت الموضوع ما احبش حاجة تفوتنا، يعني كنا بدأنا شرح بس يلا. ده المايند ماستر، ده الموقع، بس احنا مش هنستخدمه في خلال برضو في فلوس برضو ليه اور برايس وكده. ده برضو ممكن تستخدمه على اجهزة التابلت والجوالة، مشابه ليه شوية ولكن على حسب الامكانيات. انتوا شايفين القائمة هنا عاملة ازاي؟ شوف امكانيات القائمة ديت والامكانيات القائمة هنا، يعني ده ينفع على الجوالات برضو، بينتج نفس الشيء نفس الشيء. ممتاز، معانا هو الشغل. ممكن تستخدموه طبعا في شغلكم، ولكن احنا بنتكلم على الاور بروجكت بالايه، بالبرنامج. كويس، لما تيجي بقى للعناوين الفرعيه بتضغط على علامه الزائد. هنا لاحظ الاتي، ان عندك عده ايقونات، سواء محاول اكبر علشان نقدر نشوف كده، شايفين بتهيألي كويس. في عندك عدة علامات، 1 2 3 4. هنا طبعا البلس دي إضافة أكيد، التي دي خاصة بالتكست والتوبك والنوتس والستايل، تلات حاجات منها التكست طبعا، حتى حطها لك تي يعني. هنا دي هنا بيديك اختيارات إضافية، إضافة صورة، إضافة لينك، إضافة إضافة إضافة. وهنا طبعا دي بتبان لك أكتر في النصوص، لما يبقى في نصوص ويديك التظبيط لهذا النص. المهم انا عايز اضيف بقى الوحدات، مقدمه في الحاسب الالي، اضغط على الزائد واقول مثلا الوحده الاولى عندي مقدمه تاريخيه مثلا، او مدخل، مدخل للحاسب الالي مثلا مثلا. واجي هنا بعد كده اتكلم على المكونات الحاسب الالي، واجي هنا مثلا اتكلم على البرامج السوفت وير يعني. ماشي، واجي هنا مثلا اتكلم على الشبكات مثلا مثلا، واجي هنا اتكلم مثلا عن امن البيانات مثلا. طبعا الخريطه التوزيع بتاعها مش عاجبني، اقدر في البدايه ان انا اتحكم في هذا التوزيع. يعني انا شايف ان الترتيب بتاعها مثلا مش عاجبني، او في شيء هي فري كده فري كده، عمال اسحب في الحاجه، اجيبها يمين شمال، مش عارف اول من تاني، مش عارف حاجه، انا خالص الدنيا ملخبطه كده. فده شكل مش عاجبني يعني كده النظام ده. فانا عندي هنا مكانين، عندك ستايل شيت تمام، واللي مختار منه مختار فيدر فري، في واحده هنا فيهم فري كده هي اللي عملت لي الموضوع دوت. وفي هنا الهيراركي اللي هي فيها الاتجاهات دي، اللي هي اللي فيها الاتجاهات. انا طبعا يهمني الاول اختار الاتجاهات ديت، واختار مثلا الشكل ده، ده انا بفضله يعني، بفضله ليه مرتب. في واحد تاني يجي يقول لك لا انا عايزه يبقى فري، الفري فورم لي اوت. رجعنا تاني للفري بقى، واخد ده احطها هنا، واخد ده احطها هنا، والدنيا ملخبطه كده. دي في بتاع واحد يحب يرتب الحاجه بايده، انما من الرمز ده تمام الخاص بالهيراركي ده او اللي اوت مود، انا بحب اشتغل بالهوريزونتال لي اوت. في ناس بيحبوا يشتغلوا بالليست، بس انا ما بفضلهاش يعني، ما برتاحش بالليست يعني تمام، انا ما برتاحش في شكل الليست، انا بفضل اكتر الهوريزونتال لي اوت ديت، بحب اشتغل بيها.
وبحب اشتغل في المود الالوان ده اللي هو في الستايل اسمه باستيل كالر. في ناس طبعا بتحب الاكوا، فين الاكوا؟ اكوا ليفل. في ناس بتحب اللون اللي فيها اضاءه اللي هو الاولاني ده، في السوفت، في ناس انا بحب اشتغل على الباستل كالر، يعني ده اللي انا بحب اشتغل فيه. ادي الستايل بتاع الكالر وادي الشكل اللي اوت. في ناس ممكن تيجي تقول لك انا مثلا عايز اشتغل لي اوت ليست زي ما انا قلت، والليست تيجي من الرايت يعني شكلها كده، لو كانت جايه من على الليفت مثلا الليسته هتبقى شكلها عامله كده، وافضل تبقى ليفت عشان تبقى متناسب مع العربي يعني. فده معانا هنا، ده التوب داون معروف ده قوي من الباوربوينت والحاجات دي، ده التوب داون. طبعا التوب داون برضو عندك هنا ممكن من التوب او من الداون يعني على حسب انت شغال ازاي. فده طبعا هنا عندك الاشكال اللي انت ممكن تستخدمها، والشكل اللي ضايقني قوي ده اللي هو الفري اللي بيبقى بالمنظر ده، وانا بعد كده اقوم جايب ديت اشتغل عليها. بس ده طبعا مش عارف انا اخترت الفري ولا الفري المفروض يسحب معايا. لا ده انا اخترت، صح اخترت الفيرتيكال الفري اللي فوق ده. اسحب بقى انا دي هنا دي هنا دي هنا دي هنا، ده يعني منطقتين مهمين جدا اللي هو اللي اوت والستايل. اللي اوت والستايل، اللي اوت بنختار منه الشكل، والستايل بنختار منه اللون وشكل الموضوع كله. طيب تعالوا نكمل ليفل 2. انا ليفل 0 ايه اللون دوت الباستيل تقريبا. تعال كده لما نروح ستايل تقريبا باستل كلر، باستل كلر. في طبعا حاجات تانية حلوة يعني، في حاجات كلر اون بلاك ناس كتير بتحبه يعني، خاصة الناس، وفي الاكوا وفي السوفت، يعني في حاجات كتير كويسة طبعا والله حسب التصميم والالوان التانية اللي معاك في الكتاب. انت تاخد الوان محددة او الالوان اللي انت هتستخدمها على طول عشان يبقى في حاجة موحدة يعني، وفي بلاك وايت وفي كل حاجه يعني. بس انا وفي الاكوا زي ما قلت لك، بس انا بفضل وفي الشكل ده الخيه الخطوط وبقى كده، بس انا بفضل اللون اللي انا بفضله ده يعني، كل شغلي بعمله بيه يعني باستل كلر. تعالى هنا مثلا في المدخل للحاسب الالي، تعالوا نضغط نقف على مدخل الحاسب الالي واضيف لها موضوع. الموضوع سهل جدا، هنا مقدمه تاريخيه، مقدمه تاريخيه مثلا، يعني في حاجات تانية. تعال المكونات مثلا ازود فيها وحدات الادخال، واجي هنا شوف انا بقى اول ما ضغطت الوان واقف هنا قدام حاجتين، لا اما اعمل نجمة يبقى نفس الليفل، نجمة نفس الليفل، النجمة دي ما ظهرتليش هنا، ما ينفعش العنوان يبقى فيه نفس الليفل، هو واحد بس اللي بتفرع منه كل. انما لما ادخل ينفع كنت اعمل الثلاثه التانيين دول بهنا بالنجمه نفس الليفل اللي كنت بعملها بزائد من هنا. يعني لو انا عايز اعمل حاجه دكتور، دكتور انقطع الصوت. معلش الصوت كده واضح؟ اي الحين واضح، تو انقطع الصوت. طيب بس ما قطعش كتير طبعا، واضح الفرق ما بين الزائد والنجمه. الزائد بعمل ليفل اضافي في عن الليفل اللي انا واقف فيه، النجمه مساوي ليه، يعني اعمل موضوع رئيسي اخوه. واضح الفرق بالنسبة للطالبات ولا مش واضح؟ واضح يا جماعة، واضح طيب. واضح ايه تمام. فبنيجي هنا ايه ده
ماله؟ لا اقدر اقدر هوريك كل الاشكال دي موجوده عندك فينا، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه وتشتغل عليه حتى لو مهما كان الشكل. بس طبعا انا مش عايز اشوه الشكل دلوقتي، يعني انا دلوقتي اخد نمط واحد فشكله متناسق، يعني في واحد يجي يقول لي انا هغير ده بس عشان ده اللي هو الرئيسي، يقول لي خليك كلاود كده مثلا انت عايز تغير، بيجي يقول لي هاخد الليفل 1 اللي هو اللي هما دول المفروض دول الليفل 1 ده، اخليه مثلا الليفل 1 ده اخليه الشكل البيضاوي، والليفل التالت ده اخليهم مع بعض كده اخليهم الشكل بدون حاجة يعني كده، يعني بدون حافة يعني. انت بتجرب شغلك كله، انا طبعا ما بحبش اعمل العملة ديت، يعني العملة دي انا عملتها عشان انت سألتني، انما انا في الاصل كله باخده كده يعني، مثلا او بعلم سيلكت اول اخده كله واختار مثلا كله راوندد يعني مستطيل بس حوافه مش مدببة مثلا كده يعني. انا بحب اوحد، والاختلاف عندي بيكون في الالوان. الليفل ده طبعا ايه اختلاف عندي، ده ليفل واحد، ده ليفل 2، ليفل سي يعني، او التوبكس نفسها. طيب هنا في البرامج ممكن نيجي نكتب هنا مثلا نظم التشغيل، ونيجي هنا للتطبيقات، استخدم النجمة والتطبيقات، وممكن اتكلم برضو شوية برضو وانا بديهم المقرر ده عن لغات البرمجة. يعني الشبكات ممكن اديله فيها مثلا، انا بس عايز حاجة عملي يعني، حاجة ممكن تدرس لها فايدة يعني، تصميمها او تركيبها يعني، مثلا امن البيانات ممكن تبقى مثلا الحماية من الفيروسات، واديله الباك اب والريكفري برضو، النسخ الاحتياطي يعني، ده يعتبر مقرر مثلا يعني، كويس شكله كويس يعني، لايق يعني في معلومات، فده مقرر كامل. ودي ليفلز الموجودة فيه، اتعلمنا هنا ازاي نشتغل على الستايل، اتعلمنا ازاي نشتغل على اللي اوت. فين اللي اوت؟ معلش النظر ضعيف شويه، هي كانت هنا بس لازم اقف على حاجه لي اوت اهي. اتعلمنا ازاي نضيف اد سب ليفل او بالنجمه سيم ليفل، اتعلمنا برضو نقدر ازاي نتحكم، قلت لك ان في هنا التكست والستايل والنوت. تعالى هنا في التوبيك نفسه، لو انا غيرت هنا بيغير هنا، يعني كلمة مقدمة ممكن أمسحها وأقول له أوكي بيغير، أوكي مفيش أي مشكلة، بدل أنت فاتح كامل النقطة دي بتشتغل عليها. الخط هنا أنت تقدر تتعامل معاه، عندك هنا مثلا أنت شغال الألاينمنت في البداية هو سنتر، عايز تجيبه يمين تجيبه شمال براحتك. هنا عندك الراوندد احنا اخترناها من فوق فملهاش لازمة من هنا، كل ده موجود فوق، حتى السايز وي 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 وي، اقفل ده كله، تعالى هنا اطلع فوق كده، شايف دي السنتر دي اللي واقف عليها بالماوس، هي دي، شايف الراوند ديت بتاخدها من هنا من جوه اللي هي الكاستم بورد ستايل دي، تمام. وعندك السمك بتاع البوردر برضو موجود عندك هنا، يعني لو انا قفلت والفيل كلر كله الوان وكل حاجه، فكل ده موجود عندك فوق، حتى البولد اهو والايتالي، تمام. يعني كل ده موجود عندك فوق. لو انا جيت وقفت مثلا على مدخل حاسب الالي دي وخليت مثلا بدل ما هو سنتر يبقى رايت، في حركه خفيفه، ما هو يعني الموضوع مش كبيره قوي. وادي المايل خليتها مايل او بولد او مش بولد، كل اللعب ده انا اقدر اعمله فيها واشتغل نفس اللي بعمله من جوه. وادي السايز اخليه 15، لا اخليه اللعب كله على دي عشان تشوف بس الفرق، يعني المفروض، لا انا ما قلتلكش كده في البرزنتيشن، المفروض الحاسب الالي اكبر، يعني المفروض دي تبقى زي 13 لو قلنا، ودي هي دي كام؟ دي 13 زيها ماشي، دي 12. طب ودي كام؟ لا اللون 12، الحجم 12، المفروض الليفل ده كان عامل 12، يبقى كده 12 المفروض دوت انا اخده. الليفل 3 ده 10، اوكي مظبوط.
والليفل ده 15 زي الفل، 15 12 10 هو اوتوماتيك صممها لوحده. عايز بقى انت تغير زود زود، مفيش مشكله خالص، زود مفيش اي مشكله. يبقى كده دي الخط، وادي قلنا البوردر، وادي كمان حتى السمك البوردر. السمك البوردر اللي هو موجود عندنا هنا، فين البوردر؟ اهو السمكه، يعني هنا اعطيك كاستم بوردر ويدز، اعطيك ثلاثه. انا عندي هنا مثلا اقدر اختار ادي الثلاثه اللي هو عايزها. انا ممكن اقول له نو بوردر اساسا، او ربع، او 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 او, أو يعني اديني سمك مختلف للحافه بتاعته. فالامور كلها كل اللي جوه عندك بره، بالاضافه لكده عندك برده درجات لونيه ثانيه، ممكن اختار لون ثاني تمام، ممكن اختار فيل كلر وميك ترانسبيرنت شفاف، اللي هي برده ظهروا عندي لما انا دوست هنا ميك ادي الكلر وادي الترانسبيرنت، ادي فيها ترانسبيرنت وادي الكلر. يعني كل اللي جوه، معنى كلام ان كل اللي جوه هي الايقونات اللي بره دي، وباين عندك استخدامها بسهوله، ما فيش فيها اي مشكله، انت بس تقف على الايقون ويبان لك الشغل بتاعك. طيب يبقى احنا هنا بنوضح الامور دي كلها وشايفين الشغل ده. تعالى هنا في ادوات مهمه جدا برضو اللي هي بتظهر لك لما تضغط هنا. تعالى برضو طلع دي فوق شويه عشان تبان لك مع الايقونات اللي فوق. شايف هنا في كوبي وكات وبيست، تمام؟ دول موجودين برضو عندك، ادي كات وكوبي وبيست. عندك هنا الرمز الخاص بالايكون والايمج، طبعا هي بس مش واضحه لك غير لما مش عارف ما بيديكش ليه تعليق عليها، يعني ده ايكون وايمج يعني، بس ما علينا. فعندك هنا رمز للايكون، ده جيت لك على الايقونات على اليمين. فانا مثلا عايز الحاسب الالي، مفيش اي كمبيوتر هنا، ادي كمبيوتر اهو جميل، يعني ايكون من عنده كويس كويس، يعني بان الرمز اهو مع كمبيوتر. والله مش عاجبني يعني، مش مشكلة تاخد الرمز اللي انت شايفه. ممكن تجيب من بره. ايمج بقى، ايمج او عندك كاستم ايكون يعني، وبس ده كاستم اللي عنده. وادي الايكون الموجود عندنا، وادي ايكون فروم فايل، تدور على الايقونات اللي عندك. بس انا طبعا الايكون عملية متعبة حبتين. كان زمان عندي برنامج بيعمل كونفرت تو ايكون، وانت مش عارف الامتداد بتاعه هنا ايه في الايقونات، فبتبحث يعني تاخد اي صوره وتاخدها كايكون. عندك ايكون اهو برضو عشان تعمل داونلود وتجيب الصوره دي، وتجيب برنامج يعمل لك الصوره ايكون، يعني برضو بتاخد شغل. طب هل ممكن ياخد لك اي صوره يخليها ايكون؟ شوف كده يعني، ما احنا بنجرب، انا ما عملتهاش قبل كده وما بحبش يعني اقعد الخبط. دي صوره مثلا، هاتها كده، يرضى ياخدها كايكون كده. خدها، مفيش اي مشكلة تمام. ياخد الصور اللي بديها له، دي فروم فايل، اي صورة عندك ياخدها يحطها لك ايكون جنب ايه، اصل الصورة وضعها يختلف عن الايكون، الايكون جوه الصورة تبقى بره. فتعريفه للايكون ان دي ايكون، تعالى كده ناخد صورة تانية، دي ايكون ماشي. تعالى لما اعتبرها كايمج، لما اعتبرها كايمج نفس الصورة تمام، قال لي الصورة دي اوكي مش عارف ايه، قلت له اوكي بره، يبقى الصورة بتبقى بره، الايكون بتبقى جوه، حتى لو هما نفس الحاجة. اخد بالك من الطريقة؟ فالايكون دايما بتبقى جنب الكتابة، وليكن بالشكل ده، ايه بالشكل ده. بص دي صورة بتشرح اكتر تمام، دي صورة بتشرح اكتر، اللي ممكن اخليها لينكد، يعني ممكن اعملها هايبر لينك، على اساس ده ممكن احول له بي دي اف، والطالب يضغط على الصوره دي يفتح له موقع الكتروني. يعني انا ممكن عن طريق الانفوجرافيك وبرنامج السيمبل مايند اعمل مقرر كامل تشعبي، يعني اعمل لينك واكون عندي محتوى اونلاين، يعني احط كل حاجه اونلاين واخلي الطالب يتشعب من هنا لهنا 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 ويشتغل وما فيش اي مشاكل عنده خالص. فدي مهم جدا ان احنا ايه نراعيها لما تطلع بي دي اف وتشوف اللينكات دي بتشتغل ولا لا. اذا يعني في فرق ما بين الايكون والايمج اللي هم رمزين دول. الرمز ده هو برضه هو حرف تي، يعني انك تدوس على التي او انك تجيبها من هنا، اللي هي ستايل اللي هي موجوده فوق فين عندنا، ما مش محتاجينها بقى فوق خلاص، ما هي موجوده في مكانين تحت يعني، يعني مش تمام. ف
بنيجي هنا خلاص قلنا الكت والكوب والبيست معروفين، وده الستايل والايكون والبيكتشر، وده عايز تضيف كتابه 1 2 3. يعني انا ممكن ارتب المواضيع هنا 1 2، يعني من باب الترتيب، يعني عشان لو انت خليتها فري ما روحش بقى ايه في مشكله. 3 4، دي ترتيب شرح المواضيع للطالب. 5، يجي بقى طالب بقى مشاغب، يلا يجي طالب بقى يخلي لي بقى الشكل فري، ما عنديش اي مشكله، احط 1 هنا خلاص، 1 لازقه فيه خلاص انتهت. خلاص انا كده عارف برضه اميز شويه، مع ان بقى الموضوع ملخبط يعني، بس يلا، بس اهو انا عارف 1 مدخل الحاسب الالي، 2 المكونات، 3 البرامج. ايه طيب التكست ده باين لي شويه برضو ايه مجموعه امور يعني. المهم بنقدر طبعا نتحكم، الصور بتقدر تضيفها، وحدات الادخال اقدر تشوف اي ماوس صوره عندك، وتشوف اي صوره عندك في ماوس، اي حاجه تستخدمها في بيكتشر هنا، يا رب الاقي فيها حاجه يعني، مفيش. اي صوره وخلاص، دي كلها صور تقدر تضيفها فوق الشكل، زائد انك تقدر تضيف ايقونات، تقدر تضيف الايقونات، تقدر تضيف الصور، تقدر تضيف الكلام ده كله. برنامج سهل وبسيط، من خلاله اقدر اعمل خريطه ذهنيه للمقرر، وممكن اقدر اعمل خرائط مفاهيم لكل وحده، يعني نفس اللي اتعمل في عموم المقرر يتعمل على الوحدات. مش عايز اطول عليكم، انتوا كده اخذتوا العمل النهارده موقع الالوان. بستفيد بقى ايه من الالوان هنا بسرعه عشان تبقى اخر معلومه؟ لما يبقى عندك كلر هنا على سبيل المثال، دي مجموعه الالوان، دي كلر، ده اللون اللي هو مستخدم. تعال هنا ادي الار جي بي، انا عندي موقع هنا في لون انا بحبه، موقع على ادوبي كلر، اللون مثلا او الهكس ده انا هشتغل بيه، اللون ده لون جميل قوي مثلا، فين الار جي بي بتاعه؟ ادي الار جي بي، ادي الار جي بي، اخد 35 14 64، 35 14 64، 35 14 64، 35 14 64، ده اللون اللي انا شفته. هو اللون هناك حلو بس هنا مش حلو، يعني كليفل في الكلر، يعني الفيل كلر او ماشي اوكي، ممكن افتحه شويه، هعطيك الار جي بي، دي ميزه الار جي بي بقى تمام. فادي عندك الار جي بي بتقدر تتحكم بيها وتاخد الالوان من هناك، تشتغل معاك الالوان، تقدر تتعامل مع هذه الالوان وتشتغل الشغل بتاعك. طبعا النص مش متناسب مع اللون، تقدر انك تروح هنا بدل ما يبقى لونه اسود يبقى لونه ابيض، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله، على خلاص تكس ده لون التكس، او اصفر كده يلا يبقى شكله احلى يعني. وبالتالي انا اقدر اشتغل بالامور ديت واوضح الامور بتاعتي اكتر، وتبقى الامور شغاله معايا كويس، يبقى حتى ده الالوان بتاعتنا تبقى فيها شغل. فانا اتمنى انكم تشتغلوا على البرنامجين دول، الكلر والسيمبل مايند، بحيث ان شاء الله لما تبدا الواجبات هديكم، قلت لكم نموذج تشتغلوا منه، تنتجوا من خلاله وتطبقوا كانكم باحثين بالفعل تشتغلوا. فالمره الجايه باذن الله هناخد موقع الازلي، المره الجايه هناخد موقع الازلي وتاخدوا الواجبات وتستلموا الواجبات بتاعه الانفوجرافيك، ونبدا تمهيد لل 3 دي. المره الجايه انا هبدا ازلي لمده ساعه، ساعه الا ربع، واديكم الواجب، وبعد كده ابدا جزء 3 دي اربط بالشغل الجديد. طيب في اي استفسار عند الزميلات؟ لا شكرا لك دكتور. ممتاز. والزملاء هنا ما فيش اي استفسار، اسمحوا لي بس قبل ما تخرجوا من الجلسه اصور بس الحضور معايا، بحيث ابقى بسجل انا الغياب اسبوعيا عندي عشان اعمال السنه. ثانية واحدة. شكرا لحضراتكم، انا كده انتهيت من الجلسة والامور كلها عندي ايه تمام. شكرا لحضراتكم، شكرا جدا.